400 جرام بامية، كيلو لحمة، حبتين بندورة، كوب جبنة موزاريلا، معلقتين كبار رب بندورة، ثوم، زيت نباتي، نص كوب طحين، نص كوب زبدة، لتر حليب، فلفل، ملح وأوريجانو. حطيت 3 معالق زيت نباتي. بدي الثوم واللحمة. شكلك انتي رين بتحبي هاي الطبخة؟ كتير عن جد. أنا اخترعتها عشان أنا بحب البامية. مرة شفت حدا على التلفزيون عم بيعملها بس بطريقة تانية. أوكي، فأنا قلت ليش ما نعمل البامية بطريقة إنه بايركس وطبقات وهيك زاكية وجبنة وبشاميل حنين. لازم أوكي كيف بالأول لين. أنا بقول ليه اخترعت يعني هاي لازم تتسمى شو اسمه؟ هاي على بامية لين. انا عندي هون هلا برضه توم، انا ما حددت عشان حسب، في ناس ما بيحبوا توم، في ناس بيحبوا توم، انا ما بقدر اطبخ طبخه من دون يا توم يا بصل. انت صرتي حافظتيني اظن. طبعا لاحظت. هاي التوم حطيت اصلا اغلبيه الاكل فيه توم وبصل. اذكى شيء اذكى شيء بالحياه توم والبصل صراحه. بدي احط الثوم. هلا اللحمه انا مقطعتها بندقيه بيقولوا، او هيك بابا علمني ما بعرف زي اسمها بالعربي هيك اسمها بندقيه، يعني مبدا الكيوبز الصغار الصغار، مش زي التشاينيز الدجاج، لا اصغر اصغر، انه هيك بتكون شايفه كيف بتكون صغار. رح احطهم برضه. الوصفه هاي حنين ما فيها كثير بهارات لانه فيها كثير مكونات، فبحس انه ما بدي اضيع طعمه المكونات مع بعضها. بالاخر بس رح احط لها شويه اوريجانو عشان هي فيها صوص بندوره وبشاميل، شويه ايطالي يروح. انا بحب الاكل كمان. مش بيقولوا لك العين بتاكل قبل التم؟ انا ما عندي العين بتاكل قبل التم، انا عندي كل شيء بياكل. وانا معك والله، انا بحب اشم الاكل واسمع الاكل واشوف الاكل والمسه وكل شيء. انا كل شيء بحس حواسي كثير مهم، انه طبعا لازم اكل. اوكي، انا على نار عاليه حاططها عشان بدي اللحمه تنشف ميتها. بعدين رح اضيف لها، عم بستخدم حنين البيبي اوكرا او اللي بسموها زيرو. صح، على فكره انا بحبها باميه زيرو، انا بحبها هيك كثير اسكى بهاي. صح، عشان ما بدي اياها بطبقات تطلع لك حبه كبيره هالقد. بالضبط، عشان يتقبلوها اكثر كمان. بالضبط. هلا بس بدي استنى شوي تنشف المي. بتحطي الباميه؟ بدي احط الباميه. هلا الباميه انا منظفتها ومجهزتها واوريدي سلقتها نص سلقه وبحطها بالفريزر، يعني زي اللي بتشتريها انت جاهز او فروزن او انت بتحضريها بالبيت، نفس الشيء، نفس قصدي الطريقه البروسيجر. الريحه بلشت تطلع لين. هلا ايش حنحط عليها ولا بنستناها شوي؟ لا بدي استنى شوي لتخف المي. بس هلا بدي املح واحط الفلفل على ملح وفلفل اسود. ملح وفلفل اسود برضو انا ما بحدد عشان حسب كل واحد قد ايه بيحب. انا ايدي فرطه بالملح. بابا دائما بيعلق، اهلي دائما كمان بحب. انا بحب الاكل مالح وبحبه. يعني مثلا اذا بدي اعمل ايش احكي، بعشق الموالح اكثر من الحلو اصلا. انا ان جنرال انا عكسك، انا بعشق الحلو اكثر من المالح. ملكة الحلويات. طبعا اكيد، ما انت عارفه. اوكي، هلا رح ازيد لها معلقتين صلصه البندوره، معلقتين كبار. هي بتعطيها لون كمان، صح؟ بتعطيها لون حلو، بتعطيها لون وبتعطيها كثافه. البندوره الفريش انا بحب احطها عشان بحب يكون في قطع بندوره. اوكي، بس شو اسمه، البندوره، الرب البندوره بيعطيها كثافه وسويتنس، فيها شويه حلاوه. هو بالتصنيع تبعه بيحطوا فيه شويه سكر اصلا. عن جد؟ معلومه جديده هاي بالنسبه لي. كثير عم باخذ منك معلومات على فكره لين. هلا رح استغني عن هاي واخذ
الوسك. الوسك وابلش احرك. هلا كثير ناس بيفكروا بالبشاميل الطحين بس عشان يسمكها، ولا هي مش بس عشان يسمكها. انا هلا ما بحط، ببلش احط الحليب لحد ما شوي يعطيني زي طعم تحميس بالحليب بالطحين. بالطحين اوكي. بتغير لونه يعني، بصير اذا بتطلعي حنين بتعي شوي اصفر صار من الزبده. رح اخليه شوي رح اخليه شوي يصير ريحته طبعا لين. اوكي هلا رح ادير الحليب تدريجيا شوي ان شاء الله ما نوقع الدنيا. احط شوي شوي الحليب وبضلك تحركي صح؟ وبدي احرك يس. طب ما حنعمل العصير؟ نعمله بس بعد شوي. بعد شوي؟ اوكي. متحمسه انا للعصير لانه انا بدي اعمل هذا البارت عرفتي؟ فانا متحمسه. شو رايك تيجي تحركي لي هاي طبعاً. شوي؟ الله. حركيها بقوة. حطها هاي هون عادي. كيف احركها؟ احركيها من تحت بس كلها لزقت شوي. لا لا فكرت لزقت، اعطتيني شعور انها لزقت. لا بسالك عشان اطمن على اني عم بعمل صح. بدي اورجي هون البشاميل كيف لما تصير كثير ثيك برجع بضيف، كل ما تصير ثيك بضيف شوي شوي. اذا بحط الحليب مره واحده بكبتل الطحين عندي عادي يصير هيك. اوكي شوي شوي بدي ارجع ادوب الطحين والزبده. أنا عيني عليها أصلاً على البشاميل أكثر من هاي. لين فنانة، أنتي فنانة. كيف الريحة؟ إحنا على فكرة هاي جاهزة. خلاص يعني بدي أوطي عليها. خدماتي هلا؟ لا مو بحاجة إلي؟ بدي أوطي عليها شوي، خلص حنين. بدي أخليها مغطية، أرجع أغطيها. بس بدي أحطها على نار هادية. وطبعاً أنا عملت كارثة إني تركت الإيش؟ البشاميل. شكرا انك لهيتيني. ساعدتك انا. حاولت المساعده، حاولت. لانه البشاميل جد اذا بتتركيه ممكن مرات ثواني جد ينحرق لانه طحين. كيف تتركي الخبزه على النار؟ تنحرق. ترجعي تلاقي المطبخ مفحم. انا ما صارت معي. تركتي الخبزه؟ ايه كنت عم بسخن خبزه وجاني تليفون وموبايلي جوا على الشحن. ورحت اجيب يعني بس بدي اروح اجيبه وارجع للخبزه وحكيت المكالمه وهذا وانا بالغرفه بشم ريحه انه في شيء عم بنحرق. شو تركه انا على الغاز؟ شو اللي نسيته؟ فطلعت خبزه محروقه مش مفحمه، هي مسكينه مش محروقه. ما انت خلصتي التليفون. على سيره التليفون هذا بتتذكري هذيك اليوم لما انا وياكي قعدنا نحكي على التليفون اللي قعدنا فيه مكالمه ساعه مش عارفه ايش كنا بنحكي فيه؟ طولنا فيه. بتعرفي شو صار معي؟ يوميتها كنت حابه اتفنن ولكن المحاوله باتت بالفشل. يا ساتر ليه؟ بسبب مكالمتي معك نسيت الطبخه على النار. انت كمان حرقتي؟ وحرقت من تحت. يعني هي تاكلت بالاخر، هي تاكلت بس طعم هذا الحرق عرفتي فيه شوي، يعني هي من طرف تحت بس تاكلت. شو كنت طابخه طيب؟ كبسه. كبسه؟ شوفي انا شف ودرست وتعبت على حالي. ضيعت وقت وانا بدرس وهيك، بس انا بحب الاكل المحروق كثير. ايه بحب الاكل المحروق عن جد، بحبه هيك. هاي الشعطه بحبها بالاكل. لين انا في عندي إشي هلا بما انه الدنيا رمضان والعزايم بتكتر، بحب احكي هيك لانه عن المائده والطعام كيف الواحد يتعامل لما يكون انه معزوم عند حدا. يس بقول لك انه اذا كنت قاعده عند شخص معزومه عنده يفضل انه اذا خلصتي من الاكل ما تحملي حالك وتقومي. اوكي وانت على الطاوله. وانت على الطاوله بتضلك قاعده للكل يخلص معك. صراحه هو موقف مو حلو. هذا من اداب الطعام بسموه، من اداب انه احترام المائده اللي موجوده. صح. اوكي حنين سوري بدي اقاطعك هلا رح ارجع اعلق عشان عندي شغله بدي احكيها. البشاميل خلصت. اوكي انا هاي لازم اجي هون جاهزه من بعد اذنك. جاهزه رح اخليها رح اطفي النار عليها. لازم عشان ما ينحرق. على بال ما اطفيه. اوكي وهون الصوص برضه رح اطفي عليه النار. خلص خلص معنا. يس وبدي ابلش هلا اطبق الطبخه. يلا
لين شو رأيك بهذا الموضوع؟ أنا واحدة من الأشخاص إذا بكون قاعدة على الطاولة وحدا قام مستحيل يعني بتضايق وما بعرف أكمل أكلي. أنا صراحة شوفي لما أكون أنا عازمة بالذات بحس إنه حلو الواحد كلياتنا قاعدين وعم ناكل، لازم الواحد يستنى. أنا عازمة أو معزومة لازم أحترم الناس الموجودين، بحب الواحد يستنى آخر حدا آخر حدا رح يخلص على الأكل، مش أبلش أقيم. في ناس انه مرات بتكوني معزومه عند ناس ببلش يشيلوا بيشبع هو، بتبلش البيت تشيل المخلل. انا صاحي المخلل لما يروح ما بتشبع منه، اخر لقمه معيش اكلها مع المخلل ولا من دون. صح، انا بحب بكون مسنتر اللقمه الاخيره مع مثلا المخلل زيتون او وات ايفر. بتعرفي بابا بيقول لي دائما بنتبه على صحني، بيقول لي انت صحنك بشهي اكثر واحد. بقول له ليه يعني؟ بيقول لي انت بترتبيه بطريقه لما اكون شاريه مثلا برجر ولا شيء برتب البطاطا على الطول، مثلا هاي طولها جنب بعض عن جد. أوكي. من اكبر لاصغر. هلا مش بالضبط يعني مش لدرجه يعني تتفنني بصحنك. وبخلص الصغير الصغار بعدين للكبير. طب حلو بس هذا متعب الشيء. متعب. شو رايك وانا عم بحضر انت تبلشي تجهزي للعصير اللي مستعجله عليه؟ العصير. اوكي يلا، ايش بحاجه احنا له؟ رح نعمل اليوم عصير مانجا ونعنع وهيل. هيل؟ يس. مع المانجا والنعنع مع الحليب. العصير اصلا هيل بزبط كثير زاكي. ونعنع. شايفه حنين كيف عم بعمل؟ عم بخبص الرز شوي بزيادة كيف يعني. تشيز كيك طبقه البسكوت. وحليب لنا ولا حليب؟ ونعنع وهيل. هلا عندنا كوبين مانجا بيوريه، نص كوب نعنع وكوب حليب، وفي الهيل حنين. الهيل هي انا اني مصره انه الهيل ما بنحط مع العصير فنسيته مبدئيا. كثير زاكي. هلا يلا اعمل لكم العصير. هلا طعمه اورينتال شوي بس كثير زاكي. هو هذا عصير هندي على فكره. هندي؟ يس، علمني اياه شيف هندي فحبتي. كثير زاكي، كثير ريفرشنج، كثير النعنع اللي فيه. بنحط له ثلج لي؟ بتقدري. هلا هو سموذي شوي اكثر عشان ال ادير المانجا. ديري المانجا بدون ما توقعي و الدنيا. أوكي. لازم تتعود. هلا رح رح احط طبقه اللحمه اللي هي الطبقه الثانيه على الرز. احط حليب ولا بدون حليب؟ مع حليب. كل المكونات اللي عندك وكلها كامله كامله. والنعنع مع خمس حبات هيل. والنعنع. والنعنع. هي النعنع. احط شايفه اللحمه كيف قصدي؟ ما احلى منظر. وين الريحه تعيش امي؟ هلا بس لو سمحتي عم بعمل العصير. مشغوله. مش فضيت لي. بدي اقرب هاي شوي. هذا ما بدي اياه. اوكي. بحب اني انا النعنع. تعرف اني بحب النعنع مع السندويشات؟ ايه والجرجير. والنعنع زاكي. انا بحبه مع لبنه وبحبه مع بيض مسلوق. جد؟ جربتي؟ لا. كثير زاكي. اصلا في سلطه بيض مسلوق فيها نعنع. اول مره بسمع فيها هاي. اوكي هيك لازم اجربها. صراحه عم بحاول اقيم الصوص عشان ما بدي يشرب على ال هيك شلت العيدان. اوكي باي الريحه احط هاي هون. الريحه بتجنن لين. هلا اخر اشي حنين عندي طبقه البشاميل اللي هي الطبقه الثالثه. تعرفي رح استخدم هاي اسهل لي. قلتي لي خمس حبات هيل صح؟ يلا هاي واحده اثنتين ثلاثه اربعه خمسه. طب واذا حطيت سته شو بصير؟ رح احط